مشاهدينا، قبل ما نتقابل مع ضيفي في الاستوديو هنروح مع بعض زوم. هنقابل مع بعض الأستاذة نجلاء عياد، صاحبة مبادرة بداية جديدة لدعم المطلقات. ازيك يا نجلاء، عاملة ايه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. احنا الأول قبل ما ندخل على المبادرة، قولي لي كده، أول ما اتطلقتي حسيتي بإيه وابتديتي تتجاوزي المرحلة دي ازاي؟ أكيد مفيش واحدة ست بتبقى عايزة تهدم حياتها وتحمل لقب المطلقة في مجتمع بينظر للمطلقة بالنظرة السلبية، حتى لو هي اصلا على حق، حتى لو هي فعلا يعني كان الطلاق ده اخر حاجه لازم توصل له، يعني في نهايه زواج ممكن كان في مشاكل، في حاجات كتيره جدا، وفضلت ان هي تخرج من الموضوع علشان السلامه النفسيه سواء ليها او لاولادها. لكن للاسف الشديد المجتمع بيبقى له نظره تانية خالص مع المطلقات. طيب احنا عارفين النظرة دي، واحنا بقالنا سنين بنكسر فيها، وعلى فكرة في ستات اتطلقت مرة واثنين وثلاثة وعايشة حياتها ومتجوزة، يعني تقولي للراجل اللي معاها تقولي ايه الاحترام ده وايه الجمال ده، يعني اصل الموضوع مش واقف على الطلاق، بس احنا بنتكلم شوية الناس اللي لسه مش فاهمة. تمام. طيب المبادرة دي ايه اللي خلاكي تعمليها نجلاء، وايه اللي حصل في المبادرة ونجحت بنسبة قد ايه؟ المبادرة أنا عملتها من 10 سنين، يعني كنت مطلقة وحبيت إن أنا أوصل رسالة. الكلام ده كان من 10 سنين، فكرة إن الطلاق يعني ما كانش سهل قوي لما واحدة تقول إنها مطلقة أو تعلن إنها مطلقة. كانت الناس دايما بتشوف الست اللي بتطلق لازم ما تتباهاش بكلمة الطلاق، في حين إن أنا كنت شايفة إن الموضوع عادي جدا. تمام. كنت عايزه اوصل رساله مهمه جدا، انه بعد الطلاق يكون في احترام وليس انتقام ما بين الاثنين. يعني احنا ما بيننا اطفال، فخلاص احنا بنتطلق بالشياكه وخلاص وانتهينا وطلقنا خلاص، فاكيد مش عايزه يبقى في صراعات. فكره برضو ان انا كنت عايزه اوجه يعني رساله للي حواليا من المقربين ليا كمان، ان انا يمكن كان ليا صديقات ليا كانوا مقربات في الوقت ده لما اتطلقت، اسبابهم خافوا على زوجاتهم. انا بتكلم في الكلام ده من 10 سنين، يعني كان نظره المجتمع للمطلقه غير دلوقتي يعني خالص. وهي دي الفكره اللي انا حبيت ان انا اوصل من خلالها، يعني ايه ان المطلقه لازم يبقى ليها دور ايجابي في المجتمع. فكره ان انا اهتم بمظهري واحط ميك اب والبس كويس، ايه ده ايه ده، دي بقى اتطلقت بقى عايزه تشوف نفسها، عايزه تاخد حريتها. ومن ناحيه اخرى دايما بيبقى متضامن المجتمع مع الراجل. يعني هي لو جت تتجوز لا دي هتسيب عيالها وهترمي عيالها وهتتجوز، لكن هو ممكن يتجوز بعد الطلاق بشهرين ثلاثه ويخلف طبعا من حقه. ويقول لك طب ما الراجل ده راجل من حقه يتجوز، طب ما الست من حقها تتجوز. بالظبط كده، هي دي النقطة اللي أنا كنت عايزة أسلط الضوء عليها. حتى إنه الطليق نفسه يعني بعد ما بيطلق للأسف الشديد بيحارب طليقته في أولاده، سواء بقى في نفقة أو في مشاكل كتيرة جدا. أيوة. ومنها زي ما أنا ذكرت حتة إن هي عايزة تتزوج، هو بيشحن أولاده، بصوا أمكم عايزة تعمل إيه؟ تعمل حاجة إجرام، يعني فكرة إن الست المطلقة عايزة تعيش حياتها ده إجرام بالنسبة إزاي تعيش حياتها؟ إزاي تعيش حياتها؟ إزاي تقعد تربي الولاد وتتكفي على العيال وما تشوفش أي حاجة خالص، هي بس تشتغل شغالة وسواقة وطباخة ومدرسة وكل حاجة. بالظبط، مش من حقها ده. فالفكرة ان انا حبيت ان انا اوصل حاجة من خلال المبادرة، من خلال استشاريين اسريين معانا واستشاريين نفسيين ومحامين برضو يساعدوا. احنا ما بنشجعش على الطلاق ابدا، بالعكس احنا بنلحق مشاكل قبل الطلاق وساعدنا ان المطلقين يلجأوا لبعض. دي كانت من الحاجات الانجازات اللي احنا عملناها رغم ان هي كانت فيها صعوبة. طب حلو ده. يعني قبل ما يوصلوا للطلاق قدرتوا ترجعوا ناس قبل العند والكبر ما ياخدهم ويطلقوا. بالظبط، حضرتك ذكرتي اهم حاجه الكبر والعند. وعايزه اقول لحضرتك ان في اسباب، يعني في مطلقين رجعناهم بسبب برضو موضوع العند والكبر، وخصوصا بقى لو في تدخل اهل في الموضوع بيشحنوا بقى الطرف، سواء بقى طرف الست او طرف الراجل. يعني حبينا ان احنا نخرج دول من 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 يعني الاهل، نبعدهم خالص وتعالوا بقى انتوا الاثنين كاطراف، انتوا الاثنين نجلاء يعني احنا شايفين اتكلمنا ان انتوا عايزين ترجعوا عشان اتكلمنا في الحاجات دي، اتكلمنا في المشاكل والكبر والعند دي، وطول الوقت احنا معانا في يحكى ان كل المشاكل اللي بتحصل جوه البيت. اخر سؤال يا نجلاء، قدرتي توصلي ابو عيالك ان انتوا تبقوا صحاب ولا مفيش فايده خلاص في الحكايه دي؟ بس يعني يمكن الموضوع عدى عليه كتير جدا، 17 سنه. عايزه اقول ان انا طبعا بعد الطلاق على طول طبعا كانت في مشاكل وصراعات واحنا معترفين بكده، بس قدرت ان انا اخلي يبقى في صداقه محترمه ما بيني وما بينه. وهي دي الرساله اللي انا كنت عايزه اوصلها، ان انا لما بطبق حاجه لازم اكون عاملاها يعني مطبقاها على حياتي، ان احنا قد ايه لازم نحترم بعض عشان ولادنا، عشان خاطر هم كمان لما يكبروا وسطنا، سواء هو بقى تزوج وعاش حياته عملتي ده وكده. وصلتي لده يا نجلاء؟
او اكيد الحمد لله وصلنا ده وقدرنا ان احنا ننجح بده عشان خاطر اولادنا، ان طيب احنا نحترم بعض. زي ما قلت في البدايه، لا ما كانش في الكلام ده طبعا، الكلام في البدايه عارف خالص كان حاجه مختلفه لازم خالص. اول سنتين ثلاثة كده مشحنات وعند وكبر وحاجات كده، ومين بس الحمد هيقدر لله يكسر نجحت مين؟ في ان انا اوصل للموضوع ده مع ابو اولادي، والله لك الحمد. يعني ولادي الحمد لله متربيين ما بيننا احنا الاثنين، والحمد لله. وهي دي النقطه اللي عايزه اتكلم فيها، ان بعد الطلاق زي ما قلت احترام وليس انتقام. هي ايوه دي الله، انا هختم بدي، احترام وليس انتقام. نجلاء عياد صاحبة مبادرة بداية جديدة لدعم المطلقات، ميرسي يا نجلاء على وجودك معانا. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك فندم، شكرا. بجد حقيقي يعني هي كلمة وعجباني، وبفكر نعمل عليها موضوع حلقة كمان الحلقة الجاية، احترام وليس انتقام.